كل اللي داخل. خالد السعود طبعا هو راح واحد من اهم الناس اللي شغالين في مجال اداره الاحتراف، وطبعا هو مستشار للبرنامج لشؤون الاحتراف، وراح يكون معنا ان شاء الله قريبا في حلقات الدوري مع وليد. يقول تعليق، يقول الثغره الكبرى الان بند الاستثمار، يتيح للاعب فسخ العقد ان لم يكن بموافقه اللاعب. هذه اخطر نقطه يمكن نركز عليها. في على هاشتاج الدوري مع وليد يقول مساء الخير يا ابو بدر، اسال المحلل الانيق. انيق وين هو؟ لابس غتره وثوب وزينه يعني، وش لابس بدله هو يعني؟ طيب يلا ماشي. يقول اسال المحلل الانيق موسى المحياني، من هو افضل حارس اجنبي جاء الى ملاعبنا واستفاد ناديه بشكل صحيح؟ قول يا انيق. اعتقد انه رايس مبولحي العام قبل الماضي. رايس مبولحي لو ما جاء الاتفاق، الاتفاق هبط للدرجه الاولى، كان هو الحل الاهم والحدث الابرز في الاتفاق اللي غير من النادي وجعل النادي يعود ويتجنب الهبوط. يعني الاتفاق عنده احسن حارس اجنبي في الملاعب السعوديه؟ اعتقد انه من افضل الحراس، لكن هو يتكلم عن الاستفاده. رايس مبولحي كان اعلى فائده ممكن عملها حارس اجنبي في الملاعب السعوديه. اروح الفاصل قصير وبعد الفاصل